بدأ العد التنازلي. الكرادلة دخلوا كنيسة سيستين لانتخاب البابا الجديد في المجمع السري. هو أول انتخاب منذ عقود يشوبه الشك حول كرسي البابوية الكاثوليكية. ما من مرشح مفضل، ولا من إشارة للتصويت، ولا من يقين من أن رجلا واحدا سيتمكن من حل مشاكل الكنيسة الكاثوليكية. لا يزال الكرادلة تحت صدمة استقالة بنديكتوس السادس عشر في الحادي عشر من شباط فبراير. أعلن بكامل إرادتي تركي لمنصب أسقف روما كخليفة للقديس بطرس، وهو ما أوكلني به الكرادلة في التاسع عشر من نيسان 2005، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء من الثامن والعشرين من شباط فبراير 2013. تردد الكرادلة قبل وقت قصير من دخول المجمع حول طبيعة الشخص الذي سينتخبونه. هو مدير لرئاسة الفاتيكان أم راع لقيادة المؤمنين؟ وقد قال عميد كلية الكرادلة أنجيلو سودانو: نناشد الرب من خلال تعاطفه الرعوي مع الكرادلة الأباء بأن يمن على كنيسته المقدسة براع جديد. كما طلب سودان وراع يكرس حياته للرعية، لا أن ينتخب بابا قد يتخلى. ومن هنا كان الانقسام الذي يراه المحللون. أنجيلو سكولا رئيس أساقفة ميلانو ينظر إليه من قبل الإصلاحيين على أنه سيكون مصدر قلق بالنسبة لحظيرة الفاتيكان، فيما الأخيرة تفضل أوديلو شيرر، وهو برازيلي في اللجنة المالية للفاتيكان، ومن المفترض أن يعين إيطاليا في المنصب الثاني. فيما التوجه الرعوي ينقسم بين معسكر الكاردينالين الأمريكيين تيموثي دولان وشون أومالي. وفي النهاية هناك شخصية تحظى باحترام الجميع، وهو مارك ويلت، وهو كندي وعضو في مكتب الفاتيكان ومعروف بصوته العذب في التراتيل الكنسية.